اه طيب طيب بصوا يا جماعه، دلوقتي احنا الموقف كالاتي، ان في شركه برزنتيشن، طبعا الاستاذ محمود عدلي طبعا المدير المالي والاداري في قناه النادي الاهلي بيبذل مجهود رهيب عشان يقدر يلحق يذيع الشوط الثاني. الموقف كالاتي، ان في احتمالات كبيره نذيع الشوط الثاني نتيجه هذا التحرك يعني الغير مسبوق الحقيقه، في وقت قصير جدا، يعني وقت ازمه احنا كنا في غنى عنها كلنا، لمحاوله نقل الشوط الثاني، والاحتمالات لنقل الشوط الثاني ما زالت كبيره. احنا مع حضراتكم، هو دلوقتي فاضل اقل من 30 ثانيه ونتيجه 6-4 للنادي الاهلي، وانا بقول برضو واضح من السكور ان الحركه اللي حصلت دي تنشنت اللاعبات. يعني معلش انا برضو عايز اقول حاجه، انا كنت لعيب وعارف اللي بقوله، اللاعبات اكيد شافوا الكاميرا وهي خارجه، اكيد شافوا ان في حركه مش طبيعيه. 6-4 في كره اليد دي، احنا ما بنلعبش كره قدم عشان يبقى النتيجه كده، يعني 6-4 يا كابتن سامح، واضح ان يعني الماتش لو مشي بهذا المعدل يخلص 12-8. هذه السكور غريب، 6-4 دي في ماتش نهائي كاس مع فرقتين زي الاهلي وسبورتنج، ده سكور ماتش غريب. امبارح فوق ماتش الاهلي والشمس 28-23، يعني في الاهلي حاطط تقريبا، واضح ان السكور ده حصل يا كابتن سلوى زي ما تقول توتر في ارض الملعب. بالظبط، والتوتر من ناحيتين مش من ناحيه الاهلي. من ايوه بالظبط، ما هو اكيد الموقف حاصل قدام الفرقتين. يعني الموقف حاصل قدام الفرقتين. طيب ومعلش يا كابتن، بلغوني دلوقتي رسمي، طبعا رسمي شركه برزنتيشن الحقيقه اصرت وقالت ان مهما طلب منا من المبالغ سنذيع الشوط الثاني. انا بقول دلوقتي طبعا هذا الموضوع على الهواء، شركه برزنتيشن بلغتنا رسمي الاستاذ محمود عدلي عشان خاطر جمهور النادي الاهلي، لو طلب اي مبالغ ماليه تفوق حتى اللي قاله كابتن هشام نصر ستذيع برزنتيشن الشوط الثاني. تاني بكرر هذا الكلام، استاذ محمد كامل طبعا رئيس مجلس اداره شركه برزنتيشن، اكيد الموضوع قاعد يتصعد، وزي ما قلنا ان شركه برزنتيشن هي راس الحربه دلوقتي اللي بتمثل الاعلام الرياضي، مش بس كره القدم، لا ده حقوق البث حتى الالعاب الاخرى، شفناها في الجابون مع فريق اليد كتف بكتف معاه عشان تذيع المباريات. مهما طلب من اموال، هي بتقول دلوقتي ان هي مهما طلب منها من اموال ستسددها خاطر جمهور النادي الاهلي. شركة برزنتيشن بتقول يعني ان هي مستعدة لسداد اي مبلغ، ولكن التزامها الادبي قدام جمهور النادي الاهلي ان هي هتذيع المباراة، على الاقل هتذيع الشوط الثاني. كل الشكر والتقدير لشركة برزنتيشن الحقيقة، بشكركم جدا الحقيقة. انا مش عارف اقول ايه، ده موقف بينم عن التزام ادبي واحترام للمشاهد واحترام لاسر اللاعبين واللاعبات الموجودين في الملعب. يعني تاني بكرر، شركة برزنتيشن قالت واعلنت وبلغوني، ما اعلنتش، بلغوني ان انا بلغ حضراتكم انه شركه برزنتيشن طبعا احتراما لجمهور النادي الاهلي العريض اللي بيمثل الاغلبيه طبعا داخل مصر، انه مهما طلب او اي رقم سيطلب ماليا من اداره الاتحاد، مش اداره الاتحاد، من المهندس هشام ناصر، خلينا نقول انه هو كان قرار فردي من المهندس هشام ناصر، مهما طلب من اموال ستدفعها، والشوط الثاني ان شاء الله في محاولات كبيره لاذاعه الشوط الثاني. كل الشكر والتقدير لشركه برزنتيشن.